احنا زودنا المستشفى اليوم الحمد لله بعدة تجهيزات في عدة مراحل، سواء في مرحلة العينات، سواء في مرحلة الكشف، أو حتى في مرحلة المعالجة، بمبلغ إجمالي يفوق 30 مليار سنتيم. قيمة التجهيزات اللي تم تجهيزها فيها ما يقارب 230 مليون دينار جزائري، أي 23 مليار سنتيم. هذه سمحت لنا باش نخفوا الضغط على المرضى اللي تنقلوا للولايات المجاورة. كما تعرفوا ولاية باتنا فيها اثنين مراكز تاع الطب النووي لدى الخواص، ولا زدنا فتحنا هذا الثالث على مستوى القطاع العمومي بمركز معالجة السرطان. هذا يسمح لنا باش نتكفلوا بعدد كبير من المرضى بالمجان.